وطني لا يسمع أحزاني للشاعر فاروق جويدة. الحزن الحزن يطارد عنواني، وسألت الناس عن السلوى عن شيء يهزم أحزاني، عن يوم أركس بالدنيا أو فرح يسكر وجداني. قالوا أفراحك أوهام، ماتت ماتت كرحيك البستان، ودموعك بحر في وطني لا يعرف حزن الإنسان. كانت أحلاما يا قلبي أن يسقط سجن مدينتنا أنقاضا فوق السجان، أن تخرس أصوات خبلة بالخوف تطارد عنواني. كانت أحلاما يا قلبي أن أصبح فيك مدينتنا إنسانا مثل الإنسان. صلب الأحلام صلب الأحلام على قلبي، فغدوا طريدا من نفسي يأس في الليل يطاردني. من ينقذ نفسي من يأسي من ينقذ نفسي من يأسي، فالخوف يطارد خطواتي وتشد الأرض على قدمي، تستنكر موت الكلمات. والدرب الصامت يسألني أن أنبش يوما عن ذاتي، تحت الأنقاض غدت شبحا ورفاتا بين الأموات. يا ويحي بين الأموات. قالوا في بطن مدينتنا عراف يكتب أدعية ويلم الجرح ويسفيه ويداوي الناس إذا تعبوا والحائر منهم يهدي. جاء العراف يعاتبني، في قلبك شيء تخفي؟ فأجبت دموعي أحلام وضلال أجهل ما في. في جوف ظلام مدينتنا
nuhyil insana wa nafni wa yamutu kathiran wa kathiran in syi'na yawman nab'athu wa ya'udun nabdu wa nuhyi. Ma ashala antah fira qabran sauti sauti yata'akalu fi nafsi man minkum yawman yahmi man ya'khudu umri aman man ya'khudu minni awaman li a'isha bi sauti ayyaman sauti yata'akalu fi qalbi kanat ahlaman ya qalbi an yaskuta sijna madinatina an qadun paukos sajjani an usbiha fiki madinatina insanan mislal insani.